السلام عليكم. في سؤال بيقول: هل السوق في فرص متاحة للناس اللي لسه عاوز تبدأ في المجال، ولا لازم الواحد يبدأ من مستوى الطب، ولا ممكن يبدأ بالمبادئ ويطور من نفسه، ولا في فرص متاحة خارج القاهرة؟ السوق في فرص متاحة أصبح من الأساسيات إن أنت تبقى عارف البيم، زي ما في فترة من الفترات كان الناس كلها بتشتغل بالورق، ولما ظهر موضوع الكمبيوتر في ناس رفضت وناس بدأت تطور نفسها وتتعلم. فرق كتير جدا مع الناس اللي بدأت تتعلم واحدة واحدة، بدأ هما اللي يقودوا المجال، وبعد كده بدأ كل الناس تشتغل على الأوتوكاد. دلوقتي خلاص البيم بدأ يثبت نفسه بشكل قوي، الناس تشوف النتائج بتاعته. دلوقتي سنة 2022، لما كنا بنشتغل في المجال في 2009 ونقول للناس بيم وبتاع، ما كانش الناس مصدقة ولا شايفة. دلوقتي أصبح إجباري، صدر قرار من الدولة إن مفيش مشاريع هتتقبل غير لما تكون بيم. فده بيرد على السؤال ان انت لو عايز تعمل اي مشروع لازم تكون بتعرف بيم. فهي اصبح مش فرص متاحة اه او لا، ده اصبح اجباري يعني ان انت تبقى عارف بيم. هل لازم الواحد يبدأ بمستوى الطب؟ مفيش حد بيبدأ بمستوى الطب في اي حاجة. يعني انا لو عايز اتعلم حاجة انا معرفهاش، اتعلم مثلا مالتي ميديا بتاع، لازم افك الشفرة، ابدأ اعرف الحروف زي اي طفل لما بيجي يتعلم بيبدأ يعرف كلمات، وبعد كده يربطها مع بعض في جمل صغيرة، وبعد كده يبدأ يتكلم عادي. فلازم تبدأ من أسفل الحاجة خالص، ما تبقاش بين منشر على طول، لا، واحدة واحدة، وتبدأ تتعلم وتبدأ تفهم وتبدأ تطبق. ومن غير ما نهمل التكنيكال، لازم تبقى قوي في التكنيكال، مش اختياري، مش هخلي التكنيكال ولا بيم، لا، انت لازم البيم أداة بتساعدك ان انت تطبق اللي انت عارفه بشكل قوي وبشكل 3D 4D وهكذا. هل في فرص متاحة خارج القاهرة؟ لو انت بتتكلم على خارج القاهرة يعني في الأقاليم وكده، اه متاحة. لو انت بتتكلم على أوروبا وأمريكا فبرضه متاحة جدا، لأن الدول دي إجباري عندها. بريطانيا إجباري، في فنلندا، في دول كتيرة جدا إجباري عندها إن انت تكون بتشتغل بالبيم، فمطلوب يعني أي مشروع بيم. فهو لو ما عندوش حد في البلد بتاعته بالعدد الكافي، مضطر إن هو يجيب ناس ويعين ناس من أي دولة تانية.